طبول الحرب تقرع في لبنان، اخرجوا منها بسرعة ولا تذهبوا إليها الآن. دول أبلغت رعاياها وأخرى جهزت عمليات عسكرية لإجلائهم. إسرائيل وضعت خطة الاجتياح، الجيش وافق وينتظر القرار السياسي، حزب الله يهدد بحرب مفتوحة دون سقف، وغزة ثانية تلوح بالأفق. ماذا يحدث في لبنان؟ إنها بقعة خطرة، هكذا بدأ يتعامل العالم مع لبنان. ففي ضوء التوترات الحاصلة بين حزب الله من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، ارتفعت توقعات الحرب بينهما على أرض لبنان. فإسرائيل تقول أن الحزب يهدد حدودها، وعليه لابد أن تمنعه من الوصول لأراضيها أو حتى استهدافها. أما الحزب فعلى لسان زعيمه حسن نصر الله يقول أنه مستعد للحرب، وأن الحرب معه مختلفة تماما عن أي حرب، فهي بلا حدود ولا أسقف وستندم عليها إسرائيل. كل تلك التحركات جعلت الدول تحذر رعاياها من لبنان، فالكويت كانت آخر من أعلن عن ذلك، حيث دعت رعاياها لمغادرة لبنان على وجه السرعة، كما دعت المواطنين للامتناع عن السفر إلى لبنان الآن، وذلك خوفا من حرب قد تندلع في أي لحظة. قبل الكويت كانت كندا قد أتمت الاستعدادات لسحب رعاياها، حيث قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن وزيرة الخارجية الكندية أن بلادها تستعد عسكريا لإجلاء رعاياها، والذين يقدر عددهم بنحو 45,000 مواطن. وذكرت الوزيرة أن بلادها أرسلت قوات للمنطقة للمساعدة بعملية الإجلاء، كما نصحت المواطنين بتجنب السفر إلى لبنان الآن. وقبل الكويت وكندا كانت الخارجية البريطانية قد وجهت دعوات لمواطنيها بعدم السفر للبنان، وشجعت رعاياها على المغادرة فورا. وسبقتها الخارجية الأمريكية عندما رفعت تحذير السفر إلى لبنان لأعلى مستوى، وهو المستوى الرابع الذي ينصح بعدم السفر لأحد الوجهات. كما سمحت الوزارة لموظفي الحكومة غير الأساسيين وأسرهم بمغادرة السفارة في بيروت. وسط تلك البيانات والدعوات خرجت عديد الأخبار عن قيام دول غربية بسحب سفرائها من لبنان، حيث تناقلت وسائل إعلام لبنانية شائعات عن سحب كل من ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا سفرائها من البلاد، لكن وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري نفى تلك الأخبار، وقال في بيان رسمي أن تلك الأخبار كاذبة تندرج في إطار الحرب النفسية التي غالبا ما يلجأ إليها الإسرائيلي ويغذيها بمختلف الوسائل. لم ينتهي الأمر عند هذا الحد فقط، حيث خرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعدها في مؤتمر صحفي من نيويورك، عبر فيه عن قلقه العميق من التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله، وأكد أن العالم لا يحتمل تحول لبنان إلى غزة الثانية. ولعل ذلك المصطلح يفتح أمامنا فرضية مهمة عن الحرب التي قد تحدث، وهل سيكون لبنان غزة ثانية فعلا؟ وماذا تريد إسرائيل من ذلك الهجوم؟ لنفهم ما تريد إسرائيل وكيف يمكن أن يكون الهجوم، لابد أن نعود بالتاريخ قليلا لنفهم كيف كانت الحروب بين إسرائيل ولبنان، وكيف يمكن أن تكون اليوم حسب اختلاف القوة لدى الطرفين. ففي حرب لبنان عام 1982 كانت المهمة سهلة نوعا ما لإسرائيل، في ظل دولة تعاني من الحرب الأهلية وفكك جيشها وأجهزتها، فركزت في خطتها على تنفيذ عدة إنزالات بحرية على شواطئ صور وصيدا والدامور اللبنانية، ثم نفذت إنزالات على شواطئ العاصمة بيروت، ذلك تزامن مع تقدم بري على محوري الساحل والبقاع حينها، وبذلك كان الهجوم منسقا وممكنا. اختلف الحال في حرب عام 2006، حيث اعتمدت إسرائيل على حملة قصف جوي مكثفة للبنان مع محاولتها قصف بيروت بحرا، لكن العملية تعثرت بسبب استهداف إحدى بوارجها، وفي ذات الوقت واجهت مقاومة شرسة في العملية البرية، ولهذا لم تكن نتائج تلك الحرب واضحة للعين سوى بالدمار في لبنان. اليوم اختلفت كل تلك المعطيات، حزب الله طور ترسانته العسكرية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خصوصا مع توسع الدعم الإيراني له ومشاركته في القتال بجانب النظام السوري. هذا التطور سيحد من أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة بريا، لذا يرجح أن تتجه إسرائيل لحملة قصف جوي مكثفة على الجنوب اللبناني
الهدف منه تهجير سكان المنطقة بشكل كامل وتحويل تلك العملية لورقة تفاوض لوقف الحرب، لكنها ستبقى تعاني من معضلة التصدي للصواريخ والمسيرات التابعة لحزب الله. مع ذلك إسرائيل ترى أن لديها القدرة على التعايش مع تلك الصواريخ والمسيرات من خلال الملاجئ التي تملكها وحتى القبة الحديدية، وبذلك يتأكد أن إسرائيل تدرك ما يملك حزب الله من قوة في لبنان، لكن هجومها لن يكون بتلك البساطة بحيث أنه سيرتكز على القصف، فهي قد تحاول التفاوض وإنهاء التوتر على الحدود، لكنها تبحث عن نتيجة دائمة تتمثل في حماية مستوطنات الشمال من أي هجوم، خصوصا أن هجوم 7 أكتوبر لا زال يراودها، وهي تخشى أن يتكرر في أي جبهة. لهذا يمكننا القول أن إسرائيل تريد ما تقوله فعلا، وهو الهدف المتمثل بتدمير قدرات حزب الله جنوب لبنان، فهي كما تقول تملك بنكا من الأهداف البارزة، تؤمن بأنها إذا استطاعت تدميرها ستكون قد أضعفت قدرات حزب الله على حدودها. وعليه فالهدف الأبرز لتل أبيب مع بداية الحرب هو إبعاد حزب الله إلى شمال نهر الليطاني حصرا. ذلك الهدف ليس فقط لحماية مستوطناتها في الشمال فقط، وإنما يتعداه إلى المخاوف الكبرى لدى الطبقة السياسية الحاكمة في تل أبيب من إعلان دولة الجليل الأعلى في الشمال، والتي هدد السياسيون منها بإعلانها وانفصالها عن إسرائيل، وذلك لحماية تلك الأراضي من خلال توقيع اتفاقيات منفردة مع حزب الله ولبنان أو بحماية دولية. لهذا بات التحرك الإسرائيلي نحو لبنان أسرع بكثير والتهديد أشد لهجة، فتل أبيب اليوم ترى بحدودها مع لبنان تهديدا وجوديا لا يقتصر على كون حزب الله عدوا مرعبا لها أو خطرا وحيدا في تلك المنطقة، وإنما الغضب الداخلي في تلك الجبهة التي كلما توترت جبهة ما اشتعلت حدودهم وتوترت الأوضاع لديهم وكأنهم في حالة حرب، دون أن تكترث تل أبيب لما يحدث هناك ودون أن تحاول إيجاد الحل. ففي حال نجحت إسرائيل بإبعاد حزب الله لما بعد شمال الليطاني، فإن عملية قصف المستوطنات والأراضي التي يتمركز فيها المستوطنون ستكون صعبة للغاية، وحينها تكون إسرائيل قد حققت النتيجة التي تريدها. المشهد ببساطة سيترك دمارا كبيرا في جنوب لبنان، ولكن كل ما ذكرناه هو تحليلات عن نوايا إسرائيل وتوقعات لسير المعركة، لكن على أرض الواقع قد يحدث الكثير من المفاجآت التي قد تجبر إسرائيل على تغيير كل خططها والعودة لنقطة الصفر. فإذا دخلت بتوقع النصر كما فعلت في غزة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، فإنها قد لا تجد توقعاتها بمكانها المناسب، وحينها ستكون أمام غزة ثانية في الشمال تحصد آلياتها وجنودها دون أن تعرف كيف تخرج منها وما هو الحل للنصر فيها، وستكون أمام جبهتين وحربين لا تعرف متى تنتهي وكيف ستنتهي.